هل يصح لنا أن نقول إن العبد مخير في أفعاله، أم أن هذا يؤدي إلى القول بأن العبد مستقل بأفعاله ولا إرادة لله عليها؟ هذا السائل ما فهم الكلام، كلامنا من أول الدرس إلى الآن هو ما فهمها المسكين. إحنا نقول العبد له أفعال وله اختيار وله مشيئة وإرادة، لكنها محدودة، محدودة تابعة لمشيئة الله وإرادة الله سبحانه وتعالى، ليست مشيئة وإرادة مطلقة كما تقوله المعتزلة القدرية، وإنما هي مشيئة وإرادة داخلة في مشيئة الله جل وعلا وتابعة لها. ولهذا قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم.